النظره بتكون دايما مختلفه. لو قعدت تبص من بعيد على تشكيله مانشستر يونايتد لماتش تشيلسي النهارده، ايه اللي كارك بيعمله ده؟ كريستيانو رونالدو دكه ازاي؟ مين كارك عشان يقعد كريستيانو رونالدو دكه؟ إيه كارك جاي يتعلم في كريستيانو رونالدو؟ اللي بيحصل ده تهريج يا جماعه. هو رونالدو ليه محظوظ بالمدربين السيئين في مانشستر يونايتد؟ انما لو انت قريب شويه، اللي كارك عمله ده هو كارك للدرجه دي طلع عنده واقعيه غير طبيعيه؟ هو كارك عارف كويس قوي المكان اللي مانشستر يونايتد واقف فيه؟ كارك كويس قوي بص على تشيلسي كده؟ لا لا لا، بصراحه محتاج شابو، محتاج تحيه على التشكيله اللي بدا بيها المباراه، لان كارك راجل ماشي بمبدا واقعي شويتين، وهو احنا مش هنجاري تشيلسي في الاستانفورد بريدج، ولا احنا حاليا مؤهلين لان احنا نجاري تشيلسي. فاهم حاجه بالنسبه لي ان انا اقفل على اطراف ملعب تشيلسي، يعني ريس جيمس ما ينفعش اديله حريه التقدم، هو وحكيم زياش. فاجي عامل ايه؟ العب عليهم واحد زي ماركوس راشفورد هنا، والناحيه الثانيه ماركوس الونسو اللي بيعوض غياب بين شيرويل اللي الفتره الاخيره واحد من اهم اسلحه تشيلسي الهجوميه، وقدامه لعيب زي كارم هودسون ودوي، احط لعيب زي سانشو هنا. سانشو هنا هيستغل ظهر كارم هودسون ودوي وظهر بن شيرويل، وهيلعب وراهم، او لا ظهر ماركوس الونسو اسف، المساحات اللي في ظهرهم وهيلعب وراهم. عشان كده انت محتاج لعيبه بسرعة، انت محتاج راشفورد ناحيه الشمال يدافع ويهاجم في المساحات اللي هتتوجد ورا لعيب زي ريس جيمس بيطلع هاجم كتير، ورا حكيم زياش، والناحيه الثانيه هتحتاج لعيب زي سانشو يعرف ان هو يستغل المساحات اللي هتتوجد قدام لعيب زي ماركوس الونسو بيهاجم برده كتير، وقدام كالم واتسون اودوي. نص الملعب خناقه بخناقه، عندي لعيب زي فريد وعندي ماتيتش. فريد وماتيتش مفترض ان هما هيكونوا مؤهلين ان هما ينافسوا لعيب زي جورجينيو ولعيب كمان زي روبن لوفتشيك. روبن لوفتشيك اللي كان مفترض ان هو يكون اجريسيف اكتر ويكون جيد جدا اكتر من ما كان عليه النهارده، لان لا روبن لوفتشيك كان كويس ولا جورجينيو كان كويس، والقفل اللي كان عامله مانشستر يونايتد في نص ملعبه والدفاع ب 10 اغلب الاوقات قدام لعيبه تشيلسي كان مخلي المباراه ممله جدا. بجانب ان احنا هنكمل بحاجه كنا بنركز عليها السنه اللي فاتت، وهي تالقات ديفيد دخيا، لان بعيد على تواجد ماجواير، والنهارده ماجواير مش متواجد فحاطين مكانه ايريك بايلي ولاندروف، والباك الشمال موجود اليكس تيليس اللي بنسبه كبيره جدا كان افيات لك بكتير انه يكون موجود النهارده على لوك شو، لان لوك شو لو كان موجود النهارده حتى لو دفعت ب 11 لوك شو كان كفيل ان هو يعمل لك اي غلطه دفاعيه يجي ملبسك في الحيط. الناحيه الثانيه وان بيساكا، وان بيساكا ما تضمنوش قوي لان ماتش كويس وماتش سيء. فتشكيله مانشستر يونايتد الحاليه مهما اتقال عليها هي تشكيله غير قادره على مجارات تشيلسي بطل اوروبا، لان احنا متفقين هنا في القناه ان تشيلسي وبايرن ميونخ بيلعبوا كوره من كوكب تاني خالص. فصعب جدا ان مانشستر يونايتد حاليا بتشكيلته دي يفكر ان هو يجاري لعب تشيلسي، ويفكر ان هو يستحوذ في نص الملعب على الكوره من لعيبه تشيلسي، لان الموضوع هيكون صعب وقرب للمستحيل. فانت بتلعب على اخطاء لعيبه تشيلسي، فدي الحاجه اللي محتاج ادي فيها شابو وشاوت اوت لمايكل كارك. انت عارف انت واقف فين، انت لو رحت فتحت قدام تشيلسي هترجع بسكور، لو رحت قلت انا فرقه كبيره وهلعب قدام تشيلسي جيم مفتوح هتلبس قبع، ولو قررت انك تحط كريستيانو رونالدو معناها انك مضطر تخسر برونو. هو النهارده قرر ما يخسرش برونو ويخسر كريستيانو، قرر ان هو كده كده العمق برونو مفترض هيطلع يقابل، وهنعمل ضغط عالي على جورجينيو، وجورجينيو ما يطلعش من الكوره من قدام علشان خاطر لازم نعمل ستاره على جورجينيو، لان جورجينيو هو اللي بينزل يستلم الكوره من تياجو او تشولوفا او كمان لعيب زي روديجر. جورجينيو هو المحرك الاساسي، فاحنا نروح نضغط عليه بلعيب زي برونو. كريستيانو رونالدو بقى كان هيقدر يروح ويدافع طول الوقت ده؟ ما اعتقدش. هو كان محتاج يدي لكريستيانو رونالدو في الوقت اللي تشيلسي هيفتح الجيم فيه. فمايكل كارك للامانه دار المباراه بطريقه جيده، بس امكانيات لعيبه مانشستر يونايتد هي اللي كان فيها شويه مشاكل شويه، لان تشيلسي برغم كل الدفاع الكتير اللي يونايتد كان عامله ده، بس تشيلسي كان قادر اغلب الوقت ان هو يوصل لمرمى دخيا. دخيا كان بيطلع، كالم هوتسون ودوي كان بيروح، حكيم زياش كان بيطلع. حكيم زياش لو قعدت تبص على التقييمات بتاعت سوفا سكور هتلاقي ان هو مان اوف ذا ماتش هو تياجو سيلفا، او بجد والله انا حكيم زياش وتياجو سيلفا هم نجوم المباراه من ناحيه تشيلسي. تشيلسي اللي بدا المباراه بتيمو فيرنر مهاجم، وانا مش فاهم بصراحه ليه، مهما كان لوكاكو مش جاهز 100%، فالبدايه بتيمو فيرنر غريبه شويه. كاي هافرتز مصاب، موسم مونت مش جاهز 100%، بس كريستيان بروسيتش كان كويس. فكره انك تبدا بتيمو النهارده اساسي على حساب بوري ما اعتقدش ان هي كانت فكره ناجحه، بس عادي لما توماس توخيل يعمل غلطه من 6-7 شهور شغالهم في تشيلسي. لا اعمل اللي انت عايزه يا معلم، اعمل اللي انت عايزه يا معلم، ما جاتش على الماتش بتاع النهارده. غير كده برضو تشيلسي حتى اخر لحظات المباراه كان قادر ان هو يخلص الجيم. تشيلسي غلطه واحده بس او غلطتين للامانه،
هما غلطتين، الغلطه ده العتب بتاع بس على توماس توخيل، اما التكميل بزياش والتكميل بكلام هوتسون اودوي ولا اروع ولا اجمل، لان احنا مهما اتكلمنا على زياش الراجل بدا يقدم مستوى كويس، الراجل بدا يكون مفيد جدا لمنظومه تشيلسي، الراجل بدا ينفذ اللي كان مطلوب منه واللي هو كان بيعاني فيه، وهو ان هو يروح على الاطراف كتير وما يحاولش انه يخش العمق كتير الا في اضيق الحالات، والعمق عندك لازم تخش منطقه الجزاء، مش هتنزل بعيد خالص عشان خاطر تستلم، لا سيب المرحله بتاع التحضير دي للوفت الشيك وسيبها لجورجينيو، والنهارده زياش سابها جورجينيو ولفت الشيك وكان قادر ان هو يستلم بس في ال 18 يلعب عرضيات للي موجود جوه في ال 18، ودي برده حته مهاجم ومش هنرجع نتكلم فيها تاني. اما الهدف الاول فدي غلطه بتاع جورجينيو مش هيغلطها كتير، اللي هو كره نازله من فوق جورجينيو استلمها بطريقه خاطئه، سانشو راح وسجل بطريقه الكبار، وسانشو محتاج شوت اوت وشابوه على الطريقه والبرود الغير طبيعي اللي كان قدام المرمى. ادوارد ميندي واحد من افضل حراس العالم موجود جنبك زميلك ماركوس راشفورد، هتبصله ولا لا؟ هو راح حطها بكل برود وبكل اتقان. بعدها بقى قرر مايكل كارك ان هو ينزل كريستيانو، يلا بقى احنا محضرينك يا عم كريستيانو، انزل بقى وريهم بقى، انزل بقى وبدع بقى. كريستيانو نزل من هنا وان بيساكا راح شايط رجل تياجو سيلفا من هنا في منطقه الجزاء. مش بقول لك ما بيسدش، مش بقول لك ده لعيب ما بيسدش، ده لعيب اخطائه كتير جدا، عمل ضربه جزاء، جورجينيو دخل سجل عشان خاطر جورجينيو يكون متسبب في الهدف بتاع مانشستر يونايتد ويكون متسبب في هدف التعادل. بعد كده لقينا ان السيد مايكل كارك قرر ان هو يغير وينزل جيسي لينجارد، وقرر كمان ان هو محتاجين نعمل تغيير ثالث ونطلع ماركوس راشفورد ونقفلها خالص بقى. بصوا التغيير الثالث ده هو اللي تاه مني، اعتقد ان هو نزل دوني فان دي بيك، هو نزل دوني فان دي بيك مكان برونو، نزل دوني مكان برونو وطلع سانشو ونزل مكانه كريستيانو رونالدو وطلع راشفورد ونزل مكانه جيسي لينجارد. اما الناحيه الثانيه فالسيد توماس توخيل قرر ان هو يعتمد على كريستيان بروسيتش كاول تغيير هو وموسم مونت، وطلع الونسو وطلع كالوم هوتسون ادوي، وفي الدقيقه 82 راح مغير تيمو فيرنر واعترف ان هو غلط وراح منزل مكانه لوكاكو. تشيلسي لحد الدقيقه الاخيره كان قادر ان هو يخطف الجيم، طبعا كان قادر ان هو يخطف الجيم. يونايتد كان قادر ان هو يخطف الجيم؟ لا، لو يونايتد ما كانش قادر يخطف الجيم الا في الغلطه الثانيه اللي احنا نسينا نتكلم عنها، وهي لقطه غلطه الحارس ادوارد ميندي قدام فريد، بس فريد ما شغلش دماغه، الماتش بتاع فيا ريال شغل دماغه شويه وعمل ضغط عالي، النهارده بقى قرر يعمل تشيب ومش عارف يطلع الكوره من تمام على الارض، اللي هو الصلاه على النبي تشيب ده يا معلم، يعني انت مش عارف تغرف الكوره حرفيا، يعني هتعمل تشيب ازاي؟ بص رونالدو، بص لينجر، لا مش بص، عشان خاطر ما ينفعش برده نهاجم ميندي ونهاجم واحد زي توماس توخيل النهارده، يعني ما ينفعش، عيب حتى نعدي على التعادل والتعادل يبقى كويس جدا. واعتقد ان رالف رانجيك هو اختيار جيد جدا لاداره مانشستر يونايتد، ونتمنى التوفيق لمانشستر يونايتد وتشيلسي في الايام القادمه، ونتمنى التوفيق هنا برده في القناه عندنا. يعني لو عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وتمنى لنا التوفيق، لو ما عجبكش انزل اكتب في الكومنتات ولا تتمنى التوفيق.